وهذه هي طهارة الروح ووقاية النفس والأسرة والمجتمع بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال وحفظ القلوب من التطلع في غير حلال وحفظ المجتمع من انطلاق الشهوات فيه بغير حساب ومن فساد البيوت فيها والأنساب وحفظ الفرج يشمل تجنب إتيان الزوجة في الدبر وفي أثناء الحيض وفي أثناء الصيام والإحرام وحفظ الفرج يقتضي سد الذرائع أي تجنب السبل التي تفضي إليه ولهذا أمر القرآن الكريم المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وعدم إبداء الزينة فذلك أزكى لهن وأطهر قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن